الله عليكم. شكرا لك وبارك الجميع. صحيح، ووضع مخطط لنكون مجندين مستعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء لا قدر الله، خاصة أمام التراخي الذي لاحظنا، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة الخطاب ديال اليوم ديال سيدنا الله ينصره خطاب تاريخي أكد فيه على الحماية الاجتماعية وعلى السجل الاجتماعي الموحد، وعلى السجل الاجتماعي الموحد والسجل العام للسكنة والوكالة الوطنية للسجلات. وأعتقد بأن الشغل الشاغل ولا كما قال سيدنا الله ينصره خمس سنين المقبلة خص تكون خمس سنين اجتماعية، خمس سنين فيها الحماية الاجتماعية وفيها التغطية الصحية وفيها العمومية، هذه الخاصية. وهذا الشيء اللي جاء في الخطاب الملكي بأنه تعميم التغطية الصحية وكذلك الحماية الاجتماعية من خلال هذا السجل الاجتماعي الموحد اللي غادي تولي تفرغ فيه جميع البرامج الاجتماعية الوطنية اللي كتفوت 200 برنامج اجتماعي اللي كاين، ولكن دابا غادي غيولي واحد الإطار، واحد الإطار اللي هو سميتو السجل الاجتماعي الموحد واللي كتصب فيه الاعتمادات والبرامج والمشاريع ديال جميع القطاعات المتدخلة في الحماية الاجتماعية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.